ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا بسيط، هنتعلم فيه ازاي بطريقة سهلة نعمل اشكال الحروف بتنفع في الميداليات وبتنفع في حاجات كتير من غير قوالب سيليكون ومن غير اي حاجة مكلفة. مجرد بس ان انتي هتدوري على الحرف اللي عاجبك شكله هتطبعيه او هترسميه من على شاشة الكمبيوتر او على شاشة الموبايل، والورقة بتاعتك هتحطي عليها سكوتش من الشفاف اللي هو زي السوليتيب بالعريض عشان تحافظ لك عليها، وهوريكم الطريقة ازاي ان شاء الله وازاي نزين الحروف بتاعتنا باشكال مختلفة وتبقى حلوة. تابعوا معايا الفيديو للنهاية وان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوش بس لو انتوا جداد على القناة تشتركوا وتعملوا لايك للفيديو، اللايك بيفيد جدا يا جماعة وهيوصل الفيديو لاكتر ناس ممكنة. ولو انتوا من محبين القناة وحابين تدعموا القناة هسيب لكم لينك باتريون في اسفل الفيديو، ويلا بينا نشوف الفيديو. Thank you.
الخطوات اللي فاتت قصيته زي ما وريتكم. بصراحة الفونت اللي فيه كيرف ده كان مش حلو معايا، يعني عذبني شوية في القص، ما انصحكوش بيه، يعني حاولوا ما يكونش فيه كيرفات قوي. دلوقتي بقى هبدأ أزينه بإيه؟ بوردات صغيرة عملتها بالقطاعة دي، عملت منها مجموعة كده، هبدأ ألزقهم بالغرف. هستخدم القطاعة ازاي؟ هفرد قطعة عجين سيراميك على ايدي او على السطح اللي هشتغل عليه، وبعمل عليها القطاعة كده، العجينة بتدخل جواها، بشيل الزيادة، بنضف ايدي عشان مفيش حاجة تلزق فيها بس، وبتطلع هنا هي كده. ممكن بقى ادخل دي كده جواها واديها كيرفات الوردة. لو حابين تدوها اي بقى تفاصيل اكتر من كده، ممكن بخلة الأسنان أو بأي طول بقى عندكم عايزين تعملوا بيها تفاصيل جوه الوردة، بس هيبقى كتير شغل يعني. هبدأ بقى أثبت الورود بتاعتي فوق الحرف.